هذا البرنامج برعايه مرة تانية برحب بحضراتكم وبقول لكم أهلا وسهلا في الجزء الثاني من حصاد النهاردة، واللي احنا بنتكلم فيه عن يعني المشكلة المائية بتاعتنا وازاي ان احنا نوجه المواطن الجميل المصري بتاعنا، ازاي نقوله يستخدم المية بالطريقة اللي توفر لنا مية واللي تخلينا قدر الإمكان ما احناش في مرحلة الخطر. على فكرة احنا فعليا عايشين مرحلة من مراحل الخطر والخطر الشديد ايضا، كمان عندنا يعني شوية مشاكل خارجية، مشاكل داخلية، مشاكل فيما هو متعلق بملف المية، وعشان كده احنا عايزين يبقى لدى المواطن وعي. الوعي ده الحقيقة من هنا ورايح القائمين على العمل في هذا الموضوع، طبعا اللي على رأسها وزارة الموارد المائية والري بتسميه وعي مائي. يعني الآن بيتم التجهيز لإحداث طفرة في وعي المواطن المصري بأهمية المية واستخدامه للمية، وسمي هذا الوعي وعي مائي وما ينفعش يتسمى بحاجة تانية غير كده. ضيفنا الكريم اللي سيطلعنا على هذا الوعي المائي هو الدكتور محمد يوسف، عضو المكتب الفني لوزير الري. برحب بحضرتك يا فندم. أهلا بحضرتك يا دكتور. مبدئيا احنا عايزين نعرف، هو مصطلح الحقيقة المفروض احنا نكون شغالين بيه من زمان، لكن هنقول احداث وعي لدى عقلية المواطن المصري يسمى بالوعي المائي، يعني ايه يا فندم؟ هو قبل ما اتكلم عن الوعي المائي بشكل عام، احنا عاوزين نتكلم الاول ايه هي وزارة الموارد المائية والري. اولا هي وزارة معنية بإدارة الموارد المائية على مستوى الجمهورية كله، توصيل المياه لكافة المنتفعين والمستخدمين ليها كما ونوعا. الوزارة دهيت بتدير حوالي 1500 كيلو متر طول نهر النيل من الجنوب حتى الشمال في البحر المتوسط، بتدير 47 منشأة ري، 330 بئر جوفي، 583 محطة رفع، ودي كمية ضخمة جدا من منشآت الري اللي بتديرها الوزارة. بيديرها نخبة من خبراء الموارد المائية والري وشباب المهندسين اللي انضموا حديثا لمدرسة الري المصري. وزارة الموارد المائية والري تعتبر مدرسة يستفاد منها كثير من الباحثين في الخارج. النقطة الثانية اللي أحب أضيفها بس قبل ما نتكلم في الوعي بشكل عام، الوزارة وهي بتدير تلك المنظومة الضخمة بتقابلها كثير من التحديات، والتحديات ديت على أساسها وضعت استراتيجية معروفة إعلاميا بالأربعة تاء، وأعتقد اللي احنا كنا في حلقة سابقة اتكلمنا في الأربعة تاء. أنا استغربت من الأربعة تاء دي. الأربعة تاء اللي هي تنمية الموارد المائية، تحسين نوعية المياه، ترشيد استخدامات المياه، وآخر حاجة تهيئة البيئة الملائمة لاستيعاب الثلاث تهات. أعتقد هنا دكتور محمد احنا هنكون معنيين أكتر بالترشيد. أعتقد ترشيد المياه دي خطة الدولة كلها بتقوم فيها، معنية بيها في الأساس وزارة الموارد المائية والري. يعني إيه الوعي؟ يعني الوعي ازاي نرفع الوعي المائي لدى المواطن المصري؟ الوعي بشكل عام احنا عندنا ناس كتيره مستويات التعليم مختلفه، لكن هل عندهم الثقافه المائيه؟ هل يوجد الثقافه المائيه؟ هل نعرف احنا عندنا مشاكل ايه في المياه؟ احنا بنشوف نهر النيل موجود طول الوقت، بنفتح الحنفيه موجود فيها المياه، لكن هل عندنا ازمه؟ هو ده اللي احنا بنحاول نبينه. طبعا الأساس بتاعنا هو توسيع المدرك، يعني احنا بنحاول ان احنا يكون عندنا نوليدج، عندنا المعرفة بالأزمة اللي احنا موجودين فيها، اللي احنا المفروض كلنا نقف ونواجهها، لأن الدولة في حد ذاتها بكافة مؤسساتها هي معنية بالإدارة، لكن احنا موجودين في وطن، الوطن ده لازم يدير هذه الأزمة أو تلك التحديات بشكل متكاتف ما بين مؤسسات الدولة والمجتمع المدني. بس ده اللي احنا بنحاول نعمله في الفترة ده كده. يعني ده أبرز الشغل الدائر الآن فيما هو يخص ملف التيه الثالثة من الأربعة تيه اللي هي ترشيد واللي منها منبثق عملية التوعية أو إحداث نوع من أنواع الوعي المائي. تمام. طب هذا الوعي لازم أنه يتسرب للمواطن بكل شرايحه. تمام. يعني مبدئيا لو جينا نتكلم دلوقتي عن هناخد بقى من البداية من المدرسة. تمام.
في شغل ليكم انتوا بتعملوه دلوقتي لطلبه المدارس؟ تمام. نعم فضل. هو حضرتك احنا عندنا في الوزاره في ثلاث جهات معنيه بالتوعيه. عندنا الاداره المركزيه للتوعيه والارشاد المائي، عندنا الاداره المركزيه للتوجيه المائي، وعندنا الاداره العامه لارشاد الصرف. الثلاث جهات ديت بيعملوا في تنسيق وتناغم ان هم يوصلوا الرساله دي. الرساله ديت اول حاجه عندنا الاداره المركزيه للتوعيه والارشاد المائي وقعت عدد من البروتوكولات مع وزاره التربيه والتعليم، ايوه، وزاره الثقافه، الكنيسه المصريه، الاوقاف والازهر الشريف. تمام. وزاره الثقافه كنا قلناها دوت. حلو قوي. وزاره التربيه والتعليم احنا بقالنا 10 سنين بنعمل، يعني في طبعا مجهودات كبيره قوي بيننا وبين وزاره التربيه والتعليم ان احنا نقدر نعمل مسابقات. المسابقات ديت بنحاول نخلي الطلاب بنفسهم يدوروا ورا مشكله المياه في مصر عن طريق ابحاث، عن طريق رسومات. وكل سنه بنعمل المسابقه دهيت وفي جوائز ليهم، جوائز عينيه وجوائز ماديه. السنه دي كان في حوالي 520 فائز في المسابقه دهيت، وكان في حفله كبيره حضرها وزير التربيه والتعليم السيد وزير الري، واعتقد ان دوت كان ليه حافز كبير جدا بالنسبه للطلاب المدارس اللي هم يتسابقوا ويتنافسوا اللي هم يدوروا ورا مشكله الميه في مصر. واعتقد دوت كان يعني ليه صدى كبير جدا في نفوسهم، وده اللي احنا بنحاول نعمله، اللي هو النشأ اللي احنا بنحاول دلوقتي. التوعيه مش مقصود بيها ان احنا الوقت الاني اللي احنا نحافظ على الميه في الوقت الاني، احنا بنبص للاجيال القادمه. تمام. وهم اعتقد هم اللي هيشيلوا شعله المستقبل المفروض. بالزبط. تمام. طب هنا لما يبقى الطالب في مدرسه عايز يعمل بحث او ان هو عايز يتعاقب المشكله المائيه عندنا في مصر ازاي، او ان هو يبدع في نوع من انواع الخيال حتى لو كان الخيال ده مش يعني تحقيقه دلوقتي مش وارد، لكن هو كويس ان هو بيفكر في ازاي يحل الازمه. بالزبط. هنا لازم يتعاون مع جهات يعني بعينها. اولا لازم يبقى في تعاون بينه وبين وزاره الري. تمام. هل ممكن وزاره الري تحقق لطالب صغير في المدرسة ان هو تستضيفه وتتكلم؟ بيتم يا فندم. احنا عندنا يعتبر طول فترة الدراسة اربع او خمس ندوات اسبوعيا بيجي لنا فيها طلاب مدارس من القاهرة الكبرى، بيجوا لنا جوه الوزارة عندنا، وفي ناس يعني نخبة من الناس اللي تقدر توصل المعلومة بشكل جيد جدا وتقدر تتواصل مع كافة الاعمار الفئات العمرية جوه التعليم حتى الحضانة. احنا ابتدينا من الحضانة وبنقعد معاهم وبنتكلم معاهم، وعندنا منتجات موجودة في الإدارة المركزية للتوعية والإرشاد المائي بتوصل لهم المعلومة بطريقة بسيطة جدا. زاد اللي عندنا المكتبة المركزية في وزارة الموارد المائية والري متاحة لكافة المواطنين اللي هم ممكن يخشوا ويقروا ويستوعبوا حاجات كتيره جدا متعلقه بمجال المياه. انا اول مره اعرف ان وزاره الموارد المائيه والري فيها مكتبه مركزيه، فيها وفيها مكتبة كتب متاحه للجميع جدا يا فندم. من اول طلاب المدارس لغايه الباحثين في درجات الماجستير والدكتوراه. ده شيء هايل جدا الحقيقه، ويعني هي متاحه، اي حد يقدر ان هو يقصد المكتبه ويدخل طبعا يا فندم. طبعًا. ده هايل جدا، ده شيء رائع جدا. هي انا يعني مندهشه، ويمكن في فقره الاخبار دكتور محمد كنت بتكلم على ان تطوير منظومه التعليم في مصر لازم يبقى فيه شق جامد قوي للابتكار والابداع. طبعا. واعتقد ان انتوا كده دلوقتي انتوا عندكم في من ضمن الاداره المركزيه للتوعيه والارشاد المائي عملتوا بروتوكول ايضا كمان مع وزاره التربيه والتعليم. التربيه والتعليم بالظبط يا فندم. فاعتقد ان الفكره دي 10 سنين اللي احنا بنعملها المتعلقه بالابحاث. انتوا بقالكوا 10 سنين. 10 سنين. بس احنا اول مره دلوقتي نسمع من ان وزاره التربيه بتشتغل على تطوير المنظومه دي فيما هو يخص الابتكار والابداع. دي حاجه تانية. احنا لا يا فندم، ده يعني هم الصراحه كان في تعاون جميل جدا، اللي هم كانوا وفروا لنا حاجات كتيره جدا اللي احنا نقدر نتواصل مع التلاميذ والطلاب في المدارس كلها. وغير كده احنا بنوصل كمان، اللي احنا بنوصل للمدارس ديت على كافه مستوى الجمهوريه، بنوصل للمدارس ديت وبنعمل فيها ندوات توعيه تكون جميلة جدا وشيقة جدا بالنسبة للطلبة اللي هم بيستوعبوا معلومات جديدة عن المية. يعني في حاجات كتيرة ما يعرفوهاش بيبدأوا يعرفوها ويتناقشوا معانا ونتناقش معاهم، وبنبدأ نديهم الطريق اللي هم ازاي يحلوا المشكلة كمان. وده بيبقى شيء جيد جدا. هايل جدا جدا. يعني لاحظتوا بقى بعد كده ان انا هتنقل طبعا من موضوع طلبة المدارس، بس ان الموضوع مبهر واداني صورة على ان مصر يعني واخده صوره حضاريه حلوه قوي، يعني وزاره عريقه جدا زي وزاره الموارد المائيه والري. يعني دي وزاره جامده جدا، يعني مش انا بقول لحضرتك مدرسه الري المصري، مدرسه مش في مصر، ده في الشرق الاوسط كله. بالظبط يا فندم. وفي توصيات بتطلع من وزاره الري للعالم على فكره. طبعا يا فندم. واحنا شاركنا في كذا دوله اوروبيه في احداث تطوير لمنظومه ري كبيره في دول اوروبيه. يا فندم يعني. احنا حولنا الكلمه اللغويه لكلمه ري لمنظومه ري.
حضرتك الخبراء اللي احنا بنتكلم عنهم في الوزاره عندنا بيديروا يعني اعقد شبكه ري موجوده على مستوى العالم، ودي حاجه المفروض كلنا نفتخر بيها. يعني دي حاجه جميله جدا اللي احنا عندنا نخبه ديت من المهندسين وشباب المهندسين بيديروا شبكه كبيره جدا اسمها شبكه الري المصري من ترع ومصارف وترع فرعيه. نعم، بس هو من المحزن بقى يعني ما نيجي نتكلم ونفتخر بهذه القامه يعني وزاره الري، من المحزن بقى ان يبقى المواطن ذات نفسه ما عندوش، او يبقى عندنا مشكله في الميه. يعني احنا عندنا خبراء مؤسسين لشبكات ولسدود يعني قناطر وحاجات كده وما الى ذلك، وعندنا انهار ومصادر مياه، وعندنا ازمه في المياه، فيبقى الامر بقى حضرتك تشاور بقى في المشكله المعضله دي على مين بقى؟ وهنكون حقيقيين ومش مهم، مش هيهمنا اي حد. لا 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 يا فندم، مين المشكله الاساسيه في الازمه اللي احنا فيها؟ هي المشكله في حاجه انا دايما بحب اقولها، حتى لما انا من ضمن الناس المحاضرين في ندوات التوعيه، نعم، ودايما بنتكلم يعني بسالهم سؤال واحد، انت عايش فين؟ انت عايش في مصر. انا دلوقتي عشان اكون مواطن ايجابي وفعال لازم اكون عارف موارد بلدي، واول مورد لازم اعرفه هو مورد الميه. نقطه الميه هي الحياه في حد ذاتها، فازاي اعرف ان المورد ده هو، وزاد ان هو مورد اقتصادي مش مجرد مورد عادي يمكن الاستغناء عنه. يعني احنا حتى بنقول في الاقتصاد هو راس، هو مورد طبيعي راس مالي تراكمي، يعني احنا بنستفاد فيه لقدام مش بنستفاد فيه في الوقت الاني. فهو لازم يستوعب دوت، لازم يعرف ان وطنه دوت، يعرف ان الاقتصاد القومي ممكن يعني يحصل له يعني مش عاوز اقول انهيار بسبب عدم وجود الميه. طبعا لان الميه داخله في الصناعه، داخله في الزراعه بالاساس يعني. يعني احنا حضرتك طبعا احنا موجودين في قناه مصر الزراعيه، احنا بنتكلم على الزراعه. احنا عندنا اولا لو نحب نتكلم بشكل عام عن المعضله اللي موجودين فيها او التحديات اللي بتقابل وزاره الموارد المائيه والري، وعلى اساسها وضعت الاستراتيجيه ديت، ومن اهم بنودها الترشيد. نعم. استخدام الميه. احنا عندنا استخدامات الميه في الزراعه، في الصناعه، في ميه الشرب. لو نتكلم على الزراعه اولا، احنا حصتنا من الميه كام؟ ده لازم كلنا نعرفه. كل المصريين احنا وفقا لاتفاق 1959 بيننا وبين السودان حصتنا من الميه 55.5 مليار متر مكعب. نعم. هل الميه ده هي اللي بتكفينا في مصر؟ احنا استخداماتنا في الزراعه لوحدها 61 مليار متر مكعب. الصناعه 8 مليار متر مكعب. ميه الشرب والاستخدامات الاخرى 11 مليار متر مكعب. مجموعهم 80 مليار متر مكعب. طب احنا ازاي واحنا عندنا 55.5 مليار متر مكعب؟ ايه بقى ايه احنا عندنا موردنا، موردنا المتجدده بتاعتنا نهر النيل. نعم. اللي هو ال 55.5 مليار متر مكعب. بعد كده عندنا مياه جوفيه، وعندنا امطار وحصاد امطار السيول. دي بتكون حوالي 4.5 مليار متر مكعب. فالاجمالي بتاعهم حوالي 60 مليار متر مكعب. لسه لازال هناك ايضا لازال هناك عجز. تمام. مائي. احنا ممكن نفاجئ اكتر ان احنا العجز المائي اللي موجود في مصر 54 مليار متر مكعب. العجز تقريبا العجز المائي 54 بيساوي قد حصتنا. قد حصتنا بالظبط. عندنا زي ما احنا ما قلنا كده استخداماتنا حوالي 80 مليار متر مكعب. نعم. و 61 زراعه، 8 صناعه، 11 شرب. يبقى كده معانا 80 مليار متر مكعب. زائد اللي احنا بنستورد من الخارج سلع، والسلع دي بتتحول لميه لان داخل فيه مكوناتها ميه كعنصر انتاجي، حوالي 34 مليار متر مكعب. فعندنا 20 و 34 عندنا 54 مليار متر مكعب عجز. يعني يساوي الموارد اللي جايه لنا من الخارج. تمام. اللي هو نهر النيل اللي هو ال 55.5 مليار متر مكعب. فاحنا في معضله، احنا في مشكله كبيره. طب لو نتكلم على بند الزراعه 61 مليار متر مكعب متفق عليه، الصناعه 8 مليار متر مكعب، انا دايما بتوقف عند مياه الشرب. ده احنا بنتكلم على 11 مليار متر مكعب. انا عطشان جدا على فكره. بجد؟ طب ما قلتش ليه يا فندم قبل الهوا؟ انا بقولها على سبيل المثال. هنحاول ندخل ميه. انا عطشان دلوقتي. فانا لو عطشان دلوقتي حضرتك هتقدمي لي كوبايه ميه. فاول كوبايه انا بشربها بتديني منفعه معينه. نعم. في حاجه في الاقتصاد اسمه المنفعه الحديه. ان كل ما بتزيد عدد الوحدات كل ما بتقل المنفعه، مش العكس. احنا كلنا طبعا عندنا ثقافه ان انا عطشان بجيب ازازه ميه كبيره جدا وافضل اشربها واروح حاططها جنبي ومتخيل كده ان انا وصلت المنفعه 100%. العكس تماما، هي الكوبايه الاولى اللي انا بشربها بتديني منفعه 100%، الكوبايه الثانيه بتديني منفعه 80%، الكوبايه الثالثه بتديني منفعه 40%، الكوبايه الرابعه ما فيهاش منفعه خالص. ما فيهاش منفعه.
طب هل كتير من الناس تعرف الكلام ده؟ لا. طب احنا لو بنتكلم في 11 مليار متر مكعب استهلاكنا لميه الشرب، انا اعتقد ان احنا بنهدر 50% منها. يعني احنا ممكن نوفر كام؟ 6 مليار متر مكعب. طب احنا بنستورد من الخارج كام؟ 34 مليار متر مكعب. طب لو طرحنا الستة من ال 34 احنا نوفر قد ايه؟ اولا كلنا يعني عايشين في ازمه اقتصاديه في مصر. طبعا احنا استيرادنا اكبر من تصديرنا. طبعا. طيب لو قللنا الاستيراد دوت، مش هل ده يكون ليه عائد اقتصادي على مصر؟ طب لو احنا استغلينا ال 6 مليار متر مكعب ودخلناهم في الزراعه، ماشي، هنستفاد اكتر، يبقى عندنا مساحات، عندنا توسع زراعي راسي وافقي. فاعتقد الناس لازم يبقى يكون عندنا الوعي. بس ده رقم صغير برضو يا دكتور محمد بالنسبه للعجز اللي عندنا، يعني دي رقم احنا صغير. عندنا 20 مليار، معلش انا اسف في الكلام، خضينا من الرقم ال 54 مليار متر مكعب. احنا عندنا ال 20 مليار متر مكعب ده موجودات وزاره الموارد المائيه والري اللي هي بتعيد استخدام مياه الصرف الزراعي. ايوه. فبنضخه تاني في الترع، وبالتالي بنقدر نسد جزء من العجز المائي. لكن عندنا المتبقي منه 34 مليار متر مكعب، وده رقم كبير مش سهل. يعني يمثل اعتقد نسبه كبيره من مواردنا المائيه. واللي احنا بنقدر نعيد استخدامه حوالي 33% من اجمالي موردنا المائيه. وده بما يسمى البصمه المائيه. يعني ايه البصمه المائيه؟ نعم. البصمه المائيه هي كميه الميه المستخدمه في انتاج السلع. تمام. حضرتك ليكي بصمه مائيه، وانا ليا بصمه مائيه، وكل شخص ليه بصمه مائيه. طب هل كل واحد بصمته المائيه متشابهه؟ لا يا فندم انا مش فاهمه برضو. يعني قبل ما ننطلق على السؤال الثاني برضو، يعني ايه انا ليا بصمه مائيه مختلفه عن بصمه حضرتك مثلا؟ اقول لحضرتك يعني ايه بصمه مائيه. البصمه زي ما احنا ما قلنا هي كميه المياه المستخدمه في انتاج السلع. مصر ليها بصمه مائيه زي ما قلنا، مواردها ال 55.5 زائد ال 4.5 اللي هو 60 مليار متر مكعب. نعم. ونعيد استخدام 20 مليار متر مكعب، يبقى مواردنا الداخليه 80 مليار متر مكعب. تمام. دي البصمه الداخليه. البصمه الخارجيه اللي هو الانتاج، اللي هي السلع، كميه المياه المستخدمه في انتاج السلع من الخارج، اللي هي ال 34 مليار متر مكعب. البصمه الوطنيه لمصر كام؟ 114 مليار متر مكعب. ده الاستخدامات الفعليه لينا، ده اللي احنا محتاجينه. نعم. عشان نقدر نستمر. في نفس الشيء احنا كل واحد منا ليه بصمه مائيه. استخدامات حضرتك مش زي استخدامات غيري مثلا، فاحنا بنحاول بقى نحس كل مواطن او كل شخص من اول الطفل الصغير لغايه الشيخ الكبير. والبصمه المائيه دي مش ما استهلكه بشرب فقط، لا ده في استخداماتك في الاكل وشرب كل حاجه، والحياه اليوميه كلها، حتى استخدامك الاكسسوارز او قلم، هو دوت الصناعه داخل فيها ميه. تمام. تمام. فازاي بقى اللي احنا يعني يكون عندنا الوعي اللي احنا نقتصد في استخدام الميه بكافه الطرق، من اول استخدام الميه في، يعني قصدك يا دكتور محمد ان كل واحد ممكن يكون له، يعني احنا لما نيجي نرفع عمليه الوعي المائي كل واحد هيبقى عارف كويس قوي هو بيهدر فين، وهو اللي هيروح بنفسه. بالظبط يا فندم، دي الرساله اللي احنا بنحاول نوصلها. هي طبعا رساله طبعا مهمه، وده المفروض ان يحصل، بس هل نستطيع ان نعول على هذا الوعي المدرك قوي والعالي للمواطنين؟ يعني انا بعول على شيء اخر. احنا يعني مصر في حد ذاتها، مصر كشعب اعتقد ان ارادته اقوى بكتير من تحدياته. واعتقد ان احنا نقدر نعدي ده. بس هو مجرد يعني احنا ما نعتمدش على الوعي في حد ذاته. بس لما يستفز جدا، لما يحس فعلا ان هو في حاله خطر حقيقي، احنا في موقف خطير فعليا. لا بس يا فندم دكتور محمد انا مش عايزه احبطكم، بس الحقيقه انا كمان، لان انا متالمه من هذا الوضع. كل ما الواحد بيفتح الحنفيه وبيلاقي فيه ميه نازله بيحس ان هو في امان وخلاص الحمد لله. هي دي. بس لو فتح حنفيه وما لقاش ميه، ما احنا لازم نقول له انه في ممكن وقت يجي يحصل ده. احنا مش بنخوف ناس، ولكن لا احنا مش بنخوف. احنا مش بنخوف، بس احنا لازم نقف قدام الحقيقه. نعم. يعني ده الوقت اللي احنا بنقف قدام الحقيقه، بالذات اللي احنا دلوقتي دولتنا في ظل الرئيس عبد الفتاح السيسي كلنا بنسعى للتنميه. فمفيش تنميه من غير ميه. طبعا. فاحنا محتاجين نطلع لقدام ولا نقف ولا نرجع؟ لازم، مفيش حل. ده الهروب للقمه، ده اللي بيسموه ده كده يا دكتور محمد. طيب حضرتك كده يعني معنى كده ان الاستخدامات
لمياه الشرب وهي الاستخدامات المنزليه، لو جينا يعني واهدار الميه في الشوارع. اه يعني احنا عندنا السلوكياتنا واضحه جدا. طبعا ده شيء مستفز قوي جداً. يعني احنا كمان يعني احنا دلوقتي محتاجين نزود حصتنا من الميه. انا بس يعني هدي مثال كده، لو حد من دول حوض النيل جاي كده عندنا زياره ولقانا بنهدر ميه في الشوارع واحنا بنطالب ان احنا نزود حصتنا من الميه، ممكن يقول ايه؟ لا يقول ان عندكم ميه بزياده يعني. لا هو يقول ان انتم ما عندكمش وعي، يعني اذا كان يعني اذا كنتوا هتاخدوا ميه وهتاخدوا ثروه، يعني لو جالنا حد من اثيوبيا هيقول يعني انتم معطلين التنميه عندنا عشان ترشوا الشوارع بميه. ما هي الميه بالنسبه لهم هتبقى توليد كهرباء، يعني تنميه. طبعا صحيح. نعم. فالامر الحقيقه طيب ده بند يا دكتور محمد اللي هو مياه الشرب، وحضرتك قلت ممكن يعني نوصل ده مثال يعني ده كمثال، لكن احنا عندنا تحديات تانية. يعني احنا اتكلمنا الاول اكبر التحديات ممكن تبقى فين؟ في الزراعه ولا في الصناعه ولا في مياه الشرب ولا التحدي الاكبر؟ لا هو التحدي الاكبر يعني اعتقد ان هو في التعديات على نهر النيل، سواء التعدي بالبنى او بالتلوث. وده اعتقد دي المعضله الاكبر. يعني انا في اول كلامي بقول ان النظاره معنيه ان هي توصل الميه كما ونوعا. نعم. ونوع الميه. فتخيل حضرتك ان احنا بنلوث الميه دي. يعني انا عندي نيل من الاساس بنطمرها. انا عندي نيل كبير جدا بس ملوث. واحنا دايما لما بنتكلم على الموارد احنا عندنا موارد بشريه وموارد طبيعيه. زي ما الطبيعه انت بتاخد منها الطبيعه بترد لك اللي انت بتاخده. فاحنا لو بنتكلم ان دلوقتي لو انا اكلت اكل ملوث تمام وتعبت ولادي تعبوا انا مش هروح شغلي هم مش هروح مدرستهم بالتالي الحال الدنيا باظت تتوقف. لو لم تكن هناك عمليات تلوث في مياه نهر النيل كان هيكون الوضع احسن من كده بقد ايه؟ بنسبه قد ايه مثلا؟ هو ما فيش نسبه يا فندم، هيبقى الوضع مختلف تمام. طبعا يا فندم طبعا. يعني احنا بنشوف يعني طب احنا بقى لنا قد ايه يا دكتور محمد بنتكلم في حملات قوميه كبيره قوي، في اعلانات كبيره جدا يمكن حفظناها بقينا نهزر عليها بقت ضمن الديالوج الحديث بتاعنا، ثقافه بقت ثقافه. احنا خدنا الاعلان بس احنا ما خدناش الممارسه. الشغل هيكون ازاي؟ انا حاسه ان في اليه جديده، انا حاسه ان في تحدي كبير دلوقتي انتوا بتتبنوه دلوقتي. يعني اليه بمعنى آلية لترسيخ الممارسة مش ترسيخ الحملة. لا أو مش هي ترسيخ، هي مش حملة يا فندم، هي مش حملة، هي مش حملة مبدئيا. هو اللي احنا بنتكلم عنه احنا مستمرين فيها بقالنا سنين طويلة جدا، اللي احنا بنحاول نروح لكافة فئات المجتمع. احنا مش بس المدارس او طلاب المدارس، احنا بنتواصل مع وزارة الشباب والرياضة مع الكنيسة وبنروح ندوات في الكنيسة مع الأزهر الشريف ورجال الدين. اعتقد هم ليهم الكلمه العليا على المواطنين مؤثرة. يعني مؤثره جدا طبعاً. فاحنا بنحاول نتواصل معاهم بنمدهم بمواد الاعلاميه او مواد التوعيه، سواء بوسترات او افلام وثائقيه بيعرضوها. بنمدهم بالمعلومات اللي يقدروا من خلالها اللي هم يتواصلوا مع الناس ويتكلموا فيها، واحنا بنروح وبنقعد ونتكلم معاهم. وده شيء اعتقد كان ايجابي جدا في الفتره اللي فاتت، واحنا يعتبر غطينا الوجه البحري والوجه القبلي كله تمام في خلال الثلاث شهور اللي فاتوا. يعني حققنا حوالي 209 ندوه. طب انا عايزه اسال حضرتك، هل احنا بدانا امتى نتدخل او نستند على اذرع مهمه زي المتعلقه بالدين زي الازهر والكنائس ووزاره الاوقاف؟ بدانا امتى دخلنا في الاطار ده؟ يعني الاطار دوت اعتقد ان هو جديد. يعني احنا يعني هو تقريبا بقاله اتوقعت البروتوكولات ديت من حوالي سنتين كان بيننا وبين الكنيسه المصريه وما بيننا وبين شيخ الازهر ووزير الاوقاف. وده اعتقد كان ليه صدى كبير جدا في الفتره اللي فاتت، وكان في حوالي 27 ندوه الشهر اللي فات كانت لفت الجمهوريه كلها. الجوامع كانت خطبه الجمعه موحده عن ترشيد استخدام الميه. وده اعتقد كان ليه صدى كبير جدا لان في نفوس الناس. واعتقد ان هم دلوقتي بقى في ادراك. يعني دلوقتي بقى في الوعي او المجهود اللي احنا بنقوم بيه ده بقى ليه صدى. الناس دلوقتي بقت عارفه يعني وزاره الموارد المائيه والري بقى عارفين ان احنا عندنا ازمه، سين حتى لو بنتكلم على ازمه سد النهضه واعتقد دي ازمه خارجيه، لكن احنا بنتكلم على ازمتنا الداخليه لان هي حلها في ايدينا احنا. صحيح. مش في ايد حد تاني فعلا دكتور. احنا لا نعول على الخارج الا الان ما حصلش اي تاثير لسد النهضه. صح. ومع ذلك احنا في هذه الوعكه. وده بفعل ايدينا مش بفعل حد صحيح. تاني. صحيح. نعم. وما ينفعش نكون في مؤسسات الدوله بتقوم بواجبها نحو اداره مورد مهم زي مورد المياه والمواطن مش حاسس بالمجهود دوت ومش بتساعد. الدوله المتقدمه ما بتقومش على مؤسساتها فقط،
المجتمع المدني ليه دور اكبر. المجتمع ده احنا مش محتاجين نحط قوانين عشان نقول للناس خلي بالكم، ده المجتمعات المتقدمه المجتمع المدني هو اللي بيقول للحكومه حط لنا القانون ده هوت. فاعتقد ان احنا لازم يكون عندنا وعي وادراك كبير قوي بالمخاطر اللي احنا. طب انتوا شايفين دور المجتمع المدني معاكوا ازاي؟ يعني انتوا بتقيموه ازاي دلوقتي؟ واذا كان هو في تنامي، درجه التنامي ممكن تبقى كام في الميه كل فتره يعني؟ لا اعتقد والله يعني انا حسيت في الفتره اللي فاتت انا وزمايلي لما كنا بنروح، لا يعني في استجابه كبيره جدا. واعتقد دلوقتي اللي احنا بنحاول نعمل حاجه اسمها تي او تي او تدريب المتدربين، يعني هنحاول نخلي ناس معينه بنروح ندربهم ان هم بعد كده يدربوا. هي مساله مش مساله وعي، هي وعي ونشر الوعي في حد ذاته. فاحنا بنحاول زاد اللي احنا عندنا يعني وحده الاعلام المائي بتقوم بمجهود كبير جدا في انتاج افلام توعويه بالمجهود الذاتي، يعني احنا اللي بننتجها نفسنا. كنت في احد الاعلانات كنت انا الموديل اللي كان موجود يعني، ودوت كانت حاجه ظريفه وانا كنت ممتن جدا للموضوع ده. هو كلكم بتخدموا، كلكم بتشتغلوا احنا في حضرتك دي قضيه امن قومي. احنا بنتكلم المايه دي يعني هي مده الفيلم الحقيقة. تقريبا قد ايه يا دكتور محمد؟ يعني احنا الموفيهات بتاعتنا في حوالي 30 ثانيه 35 ثانيه. حلو قوي. انا مش عارفه هل ده ينفع يعني انا ممكن دلوقتي اقترح اقتراح وممكن يبقى يعني ليكوا وايضا كمان للكيانات الدينيه عندنا في مصر، الازهر والكنائس ووزاره الاوقاف، في تغيير نمط شكل خطبه الجمعه. ليه لا؟ ليه ما يبقاش الخطيب الواقف على المنبر يتكلم على استخدامنا والاسراف في عمليه استخدام المياه ويعرض جزء من فيديو، ويكون الفيديو ده انتوا تشتغلوا عليه يكون مؤثر جدا بحيث اللي خارج من خطبه الجمعه يبقى منتشي ان هو يعني الخطبه قد ايه كانت ممتعه ومؤثره وما ينساهاش. مش عارفه ده ممكن ولا لا، يعني انا بقترح ده يعني كرؤيه ليكم وايضا كمان لاي حد بيشوفنا دلوقتي ممكن ينتمي لهذه المؤسسات وتبقى فعلا. هو كمان من منبر برنامج الحصاد ومع حضرتك احنا اليومين دولت في فعاليات ملتقى سلسبيل 2، ده موجود في القناطر الخيريه، في نخبه من الفنانين التشكيليين بيجايبين طلاب مدارس موجودين في متحف الثوره هناك وبيحاولوا ان هم يشاركوا الاطفال دولت ان هم ازاي يرسموا نهر النيل، ازاي يكون عندهم مسج، عندهم رسائل عن التوعيه والترشيد استخدام الميه. وده احنا بندعوكم ان انتوا تروحوا وتصوروه وتشوفوا الملتقى ده، جميل جدا. احنا امتى بقى؟ هو مستمر يا فندم لغايه يوم السبت الجاي ان شاء الله. لغايه يوم السبت ان شاء الله. طب لو ما قدرناش، لان طبعا لازم في استعدادات كاميرات وحاجات، هل بيبقى في ليكوا مثلا فيديو معين احنا تمام يا فندم ممكن نشاركه ونعرضه؟ يعني حتى يبقى ده حتى شيء هايل قوي، ما ينفعش ان انتوا تشتغلوا شغل ده تعملوا مجهود منفرد واحنا كقناه بنغطي كل هذه المجهودات يعني التنمويه العظيمه، لازم نعرضه. وان شاء الله هنتواصل معاكم وناخد الفيديوهات وناخد يعني ملخص اليوم كله ونعرضه، وانتوا بقى تعملوا بقى يعني تنطلقوا لمحافظات اخرى ويبقى احنا غطينا معظم محافظات جمهوريه مصر العربيه. احنا ابتدينا من اول الاقصر لغايه لما وصلنا اسوان في 5 ايام، ما كناش بنرتاح يوم. طب الحملات دي حضرتك شايف ان الناس مقبلين عليها؟ اي فئات عمريه بقى هي اللي بتبقى مقبله؟ ده معظم يعني اغلبهم من فئه الشباب والكبار في السن. وده فئه اعتقد كان المستهدف منها الشباب. فهم كان في درجه استجابه كبيره وكانت اسئلتهم كتيره، ومعنى ان في اسئله كتيره معنى كله عاوز يعرف، وده كان بيساعدنا جدا. يعني لما حضرتك بتخش المحاضره وبتتكلمي فيها او في ندوه التوعيه وما تلاقيش في استجابه، ما فيش اسئله معنى كان ما فيش استجابه، لكن لما كان الاسئله بتكتر معنى كان في استجابه اكبر. ودايما كنا نقول لهم يعني انا لو قدامي 100 شخص انا مش قدامي 100 شخص، انا قدامي 1000 شخص، لان كل واحد محمل ان هو يوصل الرساله دول ل10 تانيين. وده كان بيساعدهم اكتر لان كان في تنافس ان كل واحد يحاول يوصل الرساله دي. نعم ده شيء هايل جدا حقيقه. طب لو جينا اتكلمنا بقى يا فندم على النمط او النطاق الزراعي والفلاحين والمزارعين، هنا بقى هيبقى الشغل اعتقد يعني مركب اكتر ولا ممكن يكون ابسط اكتر؟ هو ابسط، لان الفلاح المصري هو يعني ذو خبره كبيره وعارف قيمه المياه كويس جدا. واحنا عندنا الاداره المركزيه للتوجيه المائي هي المعنيه بالتواصل مع المزارعين والمنتفعين، وبيتم يعني عن طريق روابط مستخدمي المياه يقعدوا بنسمع المشاكل بتاعتهم، ولو في اي مشاكل بيحاولوا يحلوها. واعتقد ان الفلاح المصري او المزارع المصري مش محتاج يعرف اهميه المياه، يعني هو بالنسبه له بقى المياه ده هي اقتصاده الشخصي، هي ارضه. فاعتقد ان التواصل معاه ان احنا نوعيه، احنا بنوعيه بشكل اخر، احنا نوعيه
يعني مثلا ازاي يسوي الارض بالليزر عشان ما تستهلكش ميه اكتر، ازاي ازاي يعني لما يجي يزرع ما يزرعش محاصيل شره الميه زي الرز مثلا. وزاره الزراعه طبعا بتحاول هي تساعدهم بشكل او باخر ان هي توجد سلالات غير شره الميه. نعم. فده كان اعتقد ده تنسيق بتقوم بيه او مجهود بيقوم بيه الاداره المركزيه للتوجيه المائي وارشاد الصرف. نعم. وهيتدخل هنا كمان برضو الدور الديني، ان لما حد مثلا يزرع بالمخالفه محصول رز بيبقى لا الوزارة احنا اعلاناتنا كتيره جدا في مساله الرز دي بالذات. تمام. بالمحافظات بالمقننات اللي موجوده بالكميات. واعتقد يعني هو السؤال بس اللي بيطرح نفسه يعني وانا بتساءل فيه، يعني ازاي تكون انت عارف ان ده هو هيضرك وبتعمله؟ لو انت شايف ان انت في الوقت الحالي الميه موجوده قدامك، انت عندك عيال الاجيال الجايه، انت مش شايفها ازاي؟ ارضك نفسها لو جيت في مره كده ما تلاقيش فيه ميه هتعمل ايه؟ فاعتقد ان هو المعني بالامر اكتر. طيب الحقيقه يعني هو الكلام يعني الاطر بتاعته متشعبه ومتفرعه كتير قوي، لكن لو جينا مثلا اتكلمنا على يعني معيار التصنيع في حد ذاته او الصناعه، مش عارفه يعني في هناك يعني ممكن لو هنتكلم عن الاستهلاك المنزلي، لو هنتكلم عن حتى كمان في المراكز المختلفه المولات او الاسواق او كل دي اماكن بتهدر المياه بشكل كبير جدا، في مثلا نوع من الخلاطات او من الحنفيات في سنسور لو جينا ان احنا نقول ان احنا يعني نلفت شويه يعني عمليه التصنيع انها تتصنع بطريقه ارخص، لان اكيد هي اغلى. بص يا فندم، هي الدوله كلها معنيه بكل مؤسساتها ان هي في حمله كبيره ان شاء الله معنيه فيها جميع مؤسسات الدوله ان احنا ازاي نقدر نرشد الميه. واستراتيجيه الوزاره قايمه على استراتيجيه الدوله في حد ذاتها، خاصة في إطار الترشيد استخدام المية. فإحنا عندنا مستثمرين، المستثمرين دولت أكيد بيفكروا هم محتاجين يستثمروا في زراعة أو في صناعة، فكده كده هيحتاجوا المية، فهم معنيين بنفس الأمر إن المية دي تكون موجودة. نعم. واستمرارية المية للمستقبل مش الوقت الآن. فأعتقد إن هم شركاء معنا. نعم. الحقيقة يعني الأمر فعلا هي شراكة حقيقية مجتمعية لنا كلنا، كلنا شركاء في هذا الأمر، كلنا في نفس القارب. مش هي إرادة شعب يا فندم، هي إرادة شعب، ولن نسمح لهذا القارب أن يثقب أو أن هو يخترق بأي شيء من بأي حال من الأحوال. يعني لو قلت لحضرتك كلمة خلاصة عمل، خلاصة مجهود، حاجة عايز توجهها، استفزاز للمشاعر للمواطنين، نحن نقول ايه يا فندم في اخر هذا اللقاء؟ هو زي ما بنقول في اخر اعلاننا، حافظ عليها تلاقيها، هتحافظ على المية هتلاقيها، مش هتحافظ عليها مش هتلاقيها. ده انت هتلاقيها مش المية بس، ده المية ومصر وبلد طبعًا. وبلد ذات طبعًا. نفسها طبعًا. يعني لو احنا مرينا بأزمة زي دي حاجات كتير قوي هتقع طبعا يا فندم. الحقيقة ده شيء فعلا مهم جدا. انا بشكر حضرتك شكرا جزيلا. شكرا دكتور محمد يوسف، عضو المكتب الفني لوزير الري. شكرا يا دكتور. شكرا. ونتمنى ان شاء الله ان احنا يعني يبقى عندكم اخبار كويسه حلوه، وتقولوا ان احنا قدرنا نحقق هنا شكل جيد ان شاء الله. عايزين نسمع اخبار كويسه فيما هو متعلق بوعي المواطن المصري، لان على فكره على الوعي ده هيتبني حاجات كتير قوي. مصر كلها يا فندم. صحيح، مستقبل مصر كله. ايوه المستقبل ان شاء الله باذن الله بخير. شكرا يا فندم لحضرتك، وتحياتنا لكل العاملين في وزاره الزراعه. انا الحقيقه بحييهم على ابتكارهم وعملهم الدؤوب الغير وزاره الري. انا متعوده بقى طبعا وزاره الزراعه لان انتوا الحقيقه بتشتغلوا بنمط مبدع وفي ابتكارات وفي افكار مختلفه. وانتوا مدعوين، والحقيقه كل اللي بيجوا لنا من وزاره الري كلهم شباب زي دكتور محمد كده. فيا رب ان شاء الله ربنا يكون يعني معاكم وفي عونكم، وباذن الله كلنا كمواطنين نلبي باذن الله كل اللي انتوا توجهونا ناحيته، ان شاء الله نكون فاعلين في هذه المنظومه ان شاء الله. أشكرك شكرا جزيلا. مواطنين مشاهدينا الكرام، حلوة مواطنينا دي، انتظرونا بعد الفاصل هنتكلم عن اقتصاديات زراعة النباتات الطبية والعطرية، وده ملف مهم قوي وصناعة جديدة ومتطورة أيضا كمان. انتظرونا بعد هذه الدقائق، رجع لكم مرة أخرى. البرنامج